ازاي كنت بتبيع من الدواء بتاعي ولما اجي اعمل جرد الاقيها كامله ومفيش حاجه ناقصه؟ كنت بغير البرشام ببورفين وبنادول. وانا اقول العيانين عندي ما بيخفوش ليه؟ هات لي حقي يا يوسف. اجيب لك حقك من مين؟ انا لو عطست هطيره من العياده. فتح مخك يا دكتور وهديك 5%. يا سلام يا معلم راغب، بتقول ايه؟ معلش اسلم السامع، اصل ودني تقيله. 5% بقى العياده عيادتي والادويه ادويتي وكله من خيري، وتقول لي 5%؟ طب قول 10% يا معلم راغب. يا سام الفكره عجبتك وهتشاركه ولا ايه؟ اصل انت مش فاهم يا يوسف، انا مغلول منه غل. ما شفتوش المره اللي فاتت وهو بيقول لي امشي من هنا يلا بدل ما اخلي الرجاله يقطعوك؟ قالك ايه؟ امشي من هنا يلا بدل ما اخلي الرجاله يقطعوك.